يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الرحيم. إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين. من هذا اللي اليوم؟ من البطل اللي بيننا اليوم بيكون سبب في فرح الله عز وجل؟ من هذا اللي بيفرح الله؟ من هذا اللي بيطلع بكة الدخان إذا قمنا من هذا المجلس ويرميه في أقرب برميل زبالة؟ من أجل الله. من اللي بيمسك الجوال ويمسح من أجل الله؟ من هذا اللي سمع؟ والله يا أخوان الآية أول آية قراها الشيخ أقسم بالله آية دائما توقفني عند حدي. يا أخي اسمع إيش يقول الله عز وجل، اسمع ركز في الكلام. يقول الله عز وجل: والله يريد. من الذي يريد؟ من يا أخي؟ فكر يا أخي، ركز. من الذي يريد؟ والله يريد، والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون
الشهوات ميلا عظيما يريد الله. الله يسمع الآن، الله يشوف، الله يسمع وانت تسمع ماذا يريد الله. يريد الله، يريد الله، يريد الله، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تدري ايش معنى يريد أن يتوب عليكم؟ يريد منك أن تخرج بكة الدخان، يريد منك أن تمسح تلك المقاطع والروابط من أجل أن يفرح، من أجل أن يبدل سيئاتك إلى حسنات. يريد الله أن يتوب عليكم، أن يريد في هذه الليلة في السماء ينادي باسمك أنت أيها التائب. يريد الله عز وجل أن يقول يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبك جبريل ومن في السماء جميعا. يا أخي كل هذا ما حرك مشاعرك؟ يا أخي كل هذا ما جعلك تفكر الآن تطلق الشهوات والذنوب والمعاصي والمنكرات من أجل الله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الآيات ما حركت مشاعرك ولا جعلك تتغير باتجاه الله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الآيات ما جعلت حب الدنيا يخرج من قلبك؟ طيب كيف تبغى جنة عرض السماوات والأراضين؟ كيف تبغى وانت ما قدمت، انت ما بذلت، انت ما انت قادر الآن في هذه الدنيا تنتصر على نفسك وعلى شهوة من الشهوات من أجل الله جل في علاه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء على يقين، كلنا على يقين بأن الله الآن يرانا وأن الله يسمع كلامنا وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن أعظم الأشياء التي يتقرب بها إلى الله أن تعترف لله بذنبك وتقصيرك وتطلب الله أن يتوب عليك وأن يهديك. من أعظم الأشياء التي تتقرب بها إلى الله أن تعترف، أول شيء تعترف بين يدي الله. هناك دعاء يسمى سيد الاستغفار. تدري ليش سموا يا سيد الاستغفار؟ يعني أعظم دعاء في الاستغفار والتوبة. هو دعاء كان يدعو به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تدري ليش سمي دعاء هذا الدعاء بسيد الاستغفار؟ لأنه فيه اعترافات خطيرة وعظيمة إذا اعترفت فيها بين يدي الله ثم سألت الله أن يغفر لك يغفر الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي. أول شيء اعترف بإيش؟ بالربوبية والألوهية.
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء أي إيش؟ أعترف، أبوء إليك بنعمتك علي. والله اليد منك، والله المال منك، الصحة منك، البصر منك، السمع منك، أبوء إليك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سمي سيد الاستغفار لأن فيه اعترافات عظيمة بين يدي الله. نبغى نختم هذه الجلسة باعتراف وبمناجاة، ونبغى كلنا نردد، وكلنا نعترف بين يدي الله بهذه القصيدة الرائعة التي فيها اعتراف من عبد اقترف الذنوب والمعاصي لله. ركز بالله، ونبغى الجميع يردد مع الشيخ منصور. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. فمن وردد الله يرضى عليك. نبغى اشجار بيطي، والله قصيده اذا دخلت معاها والله فيها استشعار عظيم. نبغى نردد مع الشيخ منصور. خلاص يا اخواني، اولهم المطاوع. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعرف أحوالنا، اللهم أخرج من هذه الوجوه حفظة للقرآن وأولياء للرحمن. اللهم أخرج من هؤلاء ممن إذا قال يا الله قلت لبيك وسعديك عبدا. اللهم أسعد شبابنا سعادة أبدية سرمدية لا يشكرون بعدها أبدا. اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم بأن قلوب شبابنا، بأن قلوب شبابنا وصدورهم قد امتلأت حبا لك وتعظيما لك. اللهم فوفقهم لما تحب وترضى، اللهم فوفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنا نستودعك ندم النادمين وتوبة التائبين
ودموع الصادقين. اللهم يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم يا من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، اللهم من اطلعت على قلبه من شبابنا وإخواننا، اللهم من اطلعت على قلبه ووجدت قلبه قد امتلأ صدقا وندما وتوبة وإقبالا عليك، اللهم فأقبل عليه، اللهم فأقبل عليه، اللهم فأقبل عليه. اللهم إن كان من بيننا رجل أو شاب قد دنا أجله واقترب رحيله من هذه الدنيا، اللهم فاجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم بغض إلينا الذنوب والمعاصي، واجعل آخر عهدنا بها هذه الليلة يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.